العين بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية. هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. مغدورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا ياهم الحلبوسي، ما طول يدربيهم مغدورين.